اولا توكل عليا، انا فخور بزاف السيده هذه. الفيلم قصير الاولين ديالها اولا، وفيلم طويل ادم اللي هو غادي يدوس في اول مهرجان اليوم في المغرب اللي هو مهرجان ديال مراكش. احنا فرحانين بزاف باش نقدموا الفيلم للجمهور المغاربه، وكنتسناو بزاف من هاد لا بروجيكسيون هذه. انا على كمنتج وعاونتها بكل طريقه اللي يقدر يعاون واحد المنتج في البناء ديال الفيلم بكل طريقه، ولكن الاخراج ديالها 100%. قريب اخويا راني في مونتاج دابا، نيت خدام على واحد الفيلم جديد اللي غيخرج في دابا شي عام تقريبا ان شاء الله. انا كنظن ملي كتعمل واحد الحاجه من قلبك كتكون تايق بهذا ديال بصح، ماشي كتخمم. انا ما خممش في موضوع خصني نعمل عليه فيلم، انا الفيلم كان كيجاوب واحد لو ديزير انتيم بصح باش نعاود القصه هذه. انا كنظن ملي كتعمل حاجه من قلبك فوالا كتمشي تقدر تمشي بها بعيد. الزوج ديالي ديما عنده دور كبير في حياتي، في حياتي اتولي نيفو، وهنايا كذلك نحس براسي بان عندي، حيت نبيل العيوش كان المنتج ديالي في هذا الفيلم هذا، نحس براسي عندي منتج بحال نبيل اللي فاهم القصه اللي باغا نعاود، انا اللي فاهم علاش باغا نعاود ديك القصه هذيك، واللي عاوني باش نوصل ديك، نقدر نعمل ديك الفيلم اللي كنت باغا نعمل انا. كانت واحد الحاجه اللي كبيره بزاف، فهاد الساعه هي هذه اللي نحس بشي قصه اخرى غادي تخرج. كاينه شي حاجه اخرى خدامه فيها بديت كنكتب، ولكن فهاد الساعه داكشي القصه اللي كانت في الداخل ديالي خصها تخرج هي هذه. اذا جاني شي دور شي نهار اللي فريمون كيقيسني في الداخل ديالي، اللي عنده شي معنى اللي حسيت براسي خصني ندافع عليها، نقدر نمثل، ولكن كيخص تكون شي حاجه اللي فريمون عندها واحد المعنى ليا. الاخراج معلومه نكمل فيه.